السلام عليكم متابعينا ومتابعي قناتنا علي صادق المنوات. اليوم راح أقدم لكم نشيد أو قصيدة رجال الغد للشاعر محمد رضا الشبيبي للصف الأول المتوسط. راح نقدمها بشكل لحن بسيط أو أغنية تكون بسيطة حتى يسهل عليهم الحفظ. نبدأ. أنتم متعتم بالسؤدد يا شباب اليوم أشياخ الغد، أنتم متعتم بالسؤدد يا شباب اليوم أشياخ الغد، يا شباب درسوا فاجتهدوا لينالوا غاية المجتهدي، يا شباب درسوا فاجتهدوا لينالوا غاية المجتهدي، وعد الله بكم أوطانكم ولقد آن نجاز الموعد، وعد الله بكم أوطانكم ولقد آن نجاز الموعد، أنتم جيل جديد خلقوا لعصور مقبلات جدد، أنتم جيل جديد خلقوا لعصور مقبلات جدد، كونوا الوحدة لا تفسخها نزعات الرأي والمعتقد، كونوا الوحدة لا تفسخها نزعات الرأي والمعتقد، أنا بايعت على فرقة هاكم على هذا يدي، أنا بايعت على أن لا أرى فرقة هاكم على هذا يدي، الوفا حفظكم أو رايكم بعد عهد الله عهد البلد، الوفا حفظكم أو رايكم بعد عهد الله عهد البلد. إن شاء الله يكون النشيد عجبكم واللحن أيضا يكون سهل بالحفظ على طلابنا الأعزاء. شكرا جزيلا. علي صادق.